انت طردني من الخدمه، طلبني في الغرامه المليون لما انتوا اعطيتهم له اللي باش نحيه من اللحمه. قرقش بيا، اسكت. قرق بيا، رجعت له وبشهوده عائلتي وكتبنا الزق ما يحكي من الاول جديد. اي باهي، شرطت عليه انا، قلت له نحب نرجع لك، تعطيني المليون تعطيه لي. اي باهي، خاطر وقتها واخذ 30 مليون فلوس نتاع دارفور. قال لي والرحمن تقبل. قال لي يا خالد والقرآن والرحمن لا فما من يا سي عليا ورحمة أمي ورحمة أمك وهذه الأهلية ولا أهلية عني يا تكذب عليا يا تكذب والقرآن شوي والرحمن شوي وولدي قل أنا رحية هزيت أمي أنا خالد شيء أنا عم والقرآن والرحمن يا خالد دقيقة أنا طيب مش نجيب دقيقة أي خليتك ساعة غير أربعة تحكي أي خليها تحكي واسكت باهي يهديك انت يميز بين الحق وبين الواقع يميز بين المقهور وبين اللي ها باش نميز اسكت واضح اي كي رجعت له نحكي له نقول له عندي صاحبتي اسمها دلال راجلها اسمه مختار باهي المانديت مدام اللي يبعثوا لك فيهم المانديت انا فماش منه الحكايه هذيا فماش منه شو جايب لي دلال ومختار انا من تونس انا ولد تونس انا ولد العاصمه انا ولد تونس انا نخدم اطار عملي بقدري رديت تورتور شو جايبوا لي هذا وش جايبوا لولدي منور يا حما تعجب لي يا حما يا عجبك ولدي عمره 5 سنين يا خالد يعمل فيه رقاص والقران والرحمن يا ناس جدوا عليا كان نكذب يا ناس يا خالد يا خالد خويا يا خالد والقران والرحمن قسما بالله الله لا يوصلني للدار كان نكذب انا ولدي رقاص يا ناس علي لا انا بنفضح روحي كنت في مش بشكل انا ما نكملوش يا خالد بربي يا مدام دقيق يا خالد يا خالد عايش خويا تكذب علي يا خالد ما فهم شيء كله اوان يا خالد ما صار شيء بينك وبين مرتك ما فهم شيء عسل بتاسي بالقمر يحتاج يا ولدي مالا شو منور يا حما يا ولد 68 حوالي بريديه نحكي لك 68 تو انت 68 حوالي بريديه يا خالد حتى من الفورم تاع المرتك يا خالد بنتي عامله يا خالد او راس سي علاء بيحب نجاوبوا في هذه لا في هذه لا 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 يا خالد بلاش شوف كان يقولوا اش يقولوا عليا انا هاو انت ما يعرفك حد ولا الناس تعرف اش يقولوا مال بل انا مرتي غدو تجي تعمل لي كذا وتقول لي انت خايني واو ساعات يقولوا على مرتي زاد كلام يا مزيانه يا كذا يا درا شنو مالو مرتك تخرج تصويرتها في قلب تخرج مرتك تكتب اربع تصاور لوف مرتك تتصور هكا لا لا درا شنو مرتك يقولوا لها يا مهبله راك عسل راك راجل راهو سي علي شنو راك راجل سي علي راهو يا عجبكش انا ما نسيبش اسمو هكاك راهو ها يجي واحد المرت يقول لها يقول لها يا مهبله راك عسل دقيقه دقيقه والاخر لا لا بدا يشك زين والعين بدا يشك في انا هو شنو راك راجل يا علي ما فهمتني معناتها شنو تو هذا الكلام شنو واحد على مرتك مراه محترمه شنو مرتي انا خلينا نتكلم معاه يجي واحد خلينا نتكلم معاه شنو انا مرتي يجي مالها نسكر عليها لا تعمل فيسبوك لا انستغرام لا حتى شيء لا تتكلم لا تهبط تصورها على ما نعرفهمش نجي معقد الدنيا ياسر راك يا لا لا يا سي علاء بلاي كلمه شو مرتك محلاها شوف مرتك محلاها ومش يضربني شوف مرتك على محلاها يا مزين من برا شحالك من داخل ومزينها يا اللي مزين من برا شحالك من داخل ما شاء الله عليها يا اللي مزين من برا شحالك من داخل لا انا ماني خايبه انت انا ماني خايبه سامحني كلمه برك قبل ما نكمل نحكي انا ماني